السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد لجميع متابعين تخيبين بوايما. كنتمنى من الله يدخل عليكم الصحة والسلامة، وإن شاء الله الله يلطف ويبعد علينا هذا الوباء هذا. وشكرا. نهار كيفاش كيدوز في الحجر الصحي؟ فصراحة المنزل، كنبقى في المنزل ديالي، ندير تدريبات كاملة في المنزل، يعني صعيب. ولا كان شي حاجة خصني نخرج، شي حاجة يعني اللي دغيا نقضي الغرض، شي غرض نقضيه وصافي. فكنتمنى من الله يعني نتمنى من الله انه يرفع لنا هذا الوباء هذا ان شاء الله، لان صراحه الوضعيه صعيبه شويه، يعني كتحتم علينا خصنا نصبروا ان شاء الله. فكنتمنى من الله انه ان شاء الله يرفع علينا ينزل يزول علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله.